دكتورة هنادة، تحدثنا عن ثنائيي اللغة، وتحدثنا أيضا عن طرائق تعليم اللغة العربية للناطقين وغير الناطقين فيها. من خلال تجربتك أيضا، هل تقومون بتوضيح أهمية اللغة العربية بالسياسة، بالاقتصاد، بالتواصل الحضاري للطلاب؟ وهل هناك أمور تركزون عليها لتشجيع ذلك؟ يعني من الممتع أن نعرف أن الأبحاث العالمية اليوم توجه إلى أن تكون نصف النصوص التي نعمل عليها في المدارس، ليس حتى في الجامعات، يعني لا ننتظر إلى أن نصل الجامعة. نصف النصوص التي نعمل عليها نصوص خيالية أدبية شعرية، والنصف الآخر هي يجب أن تكون نصوص معلوماتية علمية واقعية، تحكي عن شيء يكثف المعلومات عند الطالب. فمسألة أن ننتظر إلى الجامعة، أنا لست مع ذلك إطلاقا. نحن نحتاج إلى النصوص المعلوماتية. مثلا أنا أعمل حاليا على منهج مع شركة بيرسون للغة العربية، فيه نصوص عن كيف تصنع كرة القدم، كيف يصنع قلم الرصاص، كيف تصنع الممحات، كيف، فكلها علوم نأتي بها ونكتبها بطريقة بلغة عربية جميلة، ونحكي عن الصف الرابع الابتدائي والخامس الابتدائي والسادس الابتدائي. نكتب السيرة بشكل لطيف. كتبت مثلا أنا شخصيا سيرة فاروق الباز، العالم الرائع الكبير، سيرة لاجئ فلسطيني صار الآن أستاذ لغة عربية كبير. سير حقيقية. أنا نعم نريد أن نسمع عن سيرة أحمد شوقي، ونريد أن نسمع عن هؤلاء الكبار، لكن أنا أريد سيرة تلمس اليوم، ابن اليوم وطالب اليوم، وتبني تلك المعارف في الاقتصاد، في السياسة، في العلوم، وفي منذ عمر صغير. أن ننتظر حتى يصل إلى الجامعة كي نبدأ بتلك العلوم باللغة العربية، أنا برأيي يكون الوقت قد تأخر، والدماغ قد لبناته صارت مختلفة ومعتادة فقط على الأنماط الأدبية أو الشعرية. وهذا ما حصل معنا. نحن لم نقرأ إلا أدبا وشعرا على جماله وأهميته، وإنما أن نعرف أن البرادة والقصاصات وتلك الكلمات، كل هذه المفردات الضرورية لنا التي يفتقدها أبناؤنا اليوم. فأنا أحلم بمناهج أو كتب لغة عربية تكون فيها هذه المعلومات، ولكن بطرافة الأشياء. مثلا عندما أتكلم عن كيف تصنع الكرة، كرة القدم المطاطية، أن أتكلم عن محمد صلاح وعن ميسي وعن رونالدو، وألمس ما هم يفعلون اليوم ويتابعون ويقرؤون، ولا أكون بعيدة، لا أقول هي مصنوعة من أجزاء جلدية سداسية تخاط. أريد هذا، وأريد معها أيضا ما يجذبهم به.